أخ طارق، أنا أستبيحك عذرا وأستبيح الأخ عثمان وأتكلم في موضوع. كان حديث ذو شجون في الفترة الأخيرة، ما كنت أتمنى أنه يتصور يصل إلى هذه المرحلة. نعم. وباختصار هو ما حدث بيني وبين الزميل خالد قاضي. الحدث باعتبار يعني في كل الأحوال هو حدث فردي. طبيعة البرامج الحوارية يعني تتقبل مثل هذه الأشياء على الهواء، ممكن تحدث نوع من المشادات ونوع من خلينا نقول شيء من الخروج عن النص. الحمد لله أنه ما وصل إلى مرحلة البذاءة ولا خدش الذوق العام والحياء العام. هو مرحلة فعلا، أنا أتكلم عن نفسي، ما راح أتطرق الأخ خالد، هو أخ عزيز قدره، ما عندي مشكلة معه. الموضوع بالنسبة لي انتهى في حينه، الحالة حالة فردية، طبيعي لأي شخص في العالم، من فطرة الله التي خلق الناس عليها، وأنا واحد من هؤلاء، أن الإنسان مثل ما أنه يفرح يغضب، مثل ما أنه يجوع ويأكل ويعطش ويشرب، هذه فطرة لا يمكن الإنسان يتخلص منها أو يتجاوزها. ما حدث أنه فعلا أنا شعرت بغضب شديد، كان من المفروض أني ما أشعر بهذا الغضب. نعم. باعتبار انه حتى احنا ننتقد اللاعبين في الملعب انه يتعرضون لمثل هذه الاشياء، وانه نطالبهم بضبط النفس، نطالبهم عدم الخروج من فهذه امر انا استكبرته في نفسي، انه المفروض انه ما تصل معي الامور الى هذه الدرجه من الغضب. نعم. ما بعد الحادثه، مع انها حادثه فرديه، انا ما توقعت انها تصل الى هذا المستوى، على اعتبار انه ما كان الحديث خارج عن النص بشكل كبير جدا. القضية أنه تحولت من حدث فردي إلى أن شكل الظاهرة، وكأننا يعني وكأن حدث اجتماعي، الكل بدأ يتحدث عنه، تحدث منها حتى من لا يملك القدرة على الحديث في مثل هذه الأشياء. يعني للأسف أفردت لها المقالات، تبنتها وسائل إعلام عدة وبرامج عدة، مع العلم يعني أنه أنا بالنسبة لي ما أقول إلا رحم الله من أهدى لعيوبي. نعم. بالعكس تماما، المؤمن مرآة أخيه. طبيعي أنه الإنسان عندما يخطي من الطبيعي أنه يجد من ينبهه إلى خطأه، فالإنسان طبيعة البشر أن الإنسان لا يرى خطأه. القضية أني الآن أنا أعتذر لكل من أساء لهم فردا فردا، كل من رأى أنه فهد الروقي أساء بهذه الكلمة، أو انه كان يتمنى انه فهد الروقي ما صدرت منه وهذه الحدث بشكل عام، مع اني ما زلت ارى انه الكلمه دارجه وتستخدم في كل الاماكن وفي كل المجالس، ولا نعم. ولا 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 تخرج عن النص. الامر الثاني في نفس الحدث، انه بات كثير من عرفوا على نهج الخروج عن النص، باتوا يلبسون عباءه المثاليه ورداء الفضيلة، وهم للأمانة يعني أبعد الناس. طيب. عن لا 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 خلينا أكمل، معلش بس عندي جزئية مهمة بتكلم عنها، بعطيكم مجال لو أسكت أنا كله. لا 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 لأنه لا. هذا الهاجس اللي أشغلني خلال الفترة الماضية، أنا أشكر كل من نصحني، لكن من حاول أنه يستغل هذا الظرف أو هذه الحادثة الفردية وجعل منها حديث وصورها على أن هذا الواقع الإعلامي، وصورها على انه ما يعني ضخم الامور بشكل لا يطاق، هؤلاء اقول لهم يعني ان كانت نواياهم سليمه فاهلا وسهلا، ان كانوا كمن يحاول ان يصطاد في الماء العكر. للاسف الشديد في تلك الليله ظهرت برامج تلفزيونيه محليه وخارجيه وحفلت بما هو أسوأ ما حدث هنا، ومع ذلك لم يتحدث احد. اخشى ما اخشى ان يكون للألوان دور في ذلك، وأنا أعلنها للمرة المليون، أنا لست هلاليا ولا أمثل الهلاليين، ما أقوله هو ما يقوله فهد الروقي لوحده، إن أسأت فمن نفسي والهوى والشيطان، وإن أحسنت فمن الله سبحانه وتعالى. لكن أن يأتي شخص أبسط خروج عن النص، مصطلحات الزلايب والناطح والنابح، وتأتي قنوات أو برامج كانت تخرج تعمل تقارير تعرض فيها نعم. اتهامات لإعلاميين، ثم الآن يأتون يتحدثون عن الفضيلة. ممتاز. القضية آخر نقطة بتحدث فيها، هذه ثقافة مجتمع. فهد الروقي لم يخرج عن نص المجتمع. إحنا طيب. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وأن ترشد غزية أرشد. بل أنه دائما يعني الرجل
أي رجل في العالم يظل عنده مسلمات لا يمكن أنه يرضى أحد المساس فيها، ومن ضمنها الكرامة، سعادة الرجل الكرامة في الدنيا، لو ما عليه إلا سمايل هدومه يفرح محبينه ولا يفرح أعداه، والناس ما حد ميت قبل يومه. فعملية التضخيم اللي عملوها ومحاولة التأجيج، أخشى ما أخشى أنها تكون على أنه لون، وأنا أبشر هؤلاء، أنا لست هلاليا ولا أمثل الهلال، إن حاولتوا أن تريدوا أن تشوهوا الهلال فشوهوا بعيدا عني، وهذا دأبكم من 30 و40 سنة، لن تتجاوزوا مرحلة الفضيلة والشفافية في الطرح إذا كنتم تنظرون بهذه المعايير العوجاء. نعم. وبهذه النظرة خلينا نقول العوراء. طيب. هذا ما أردت توضيحه، وأنا أعتذر للجميع، للقناة اعتذرت لكم، لك أخي طارق أنت كنت معي موجود، ولعموم المشاهدين والمشاهدات، أنه هذا حدث فردي بإذن الله، أنهم لن يشاهدوا فهد الروقي بهذه الصورة إن شاء الله. فعلا أنا نزلت عن مستواي في ما حدث، وإن شاء الله بإذن الله أنني لن أنزل بعد هذا، ندمت على هذا النزول، لكن كانت نتيجة جرح غائر تسببت فيه، يعني سبب شيء أمر بسيط، أنه وضعت في موضع اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم. وأنا لا أرضى بنفسي أن أوقع في هذا الموقع. جميل، شكرا.